محاولات عديدة من الدول لأجل مواجهة أزمة قلة الموارد المالية المخصصة لكبار السن ورعايتهم، ومنها في الهند. لجأت ولاية كيرالا الهندية لمنح الدولة سلطات جديدة للاستحواذ على الممتلكات التي يتركها الآباء لأولادهم بحال تخلوا عن رعايتهم لهم. دول أخرى تعمل على مد سن العمل، ما يجعل كبار السن قوة عملية لأطول فترة ممكنة، كما حدث في فرنسا التي رفعت سن التقاعد عامين ليصبح عند 64، الأمر الذي واجه اضطرابات واحتجاجات. فيما تحاول بعض الدول الأخرى التي تعاني من شيخوخة كبيرة أن تشجع عجرة العمال الشباب إليها من البلدان الفقيرة، رغم المخاوف من التغييرات التي قد تطرأ على هذه المجتمعات جراء هذه الهجرات.